بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم. هنبدأ بالجزء الرابع من الدرس الرابع من الوحدة الأولى في الهندسة الفراغية. الدرس الرابع بعنوان الضرب الاتجاهي والثلاثي القياسي. مفاهيم الدرس، أول حاجة هنتكلم فيها خواص الضرب الثلاثي القياسي. ما هي خواص الضرب الثلاثي القياسي؟ ايه الخواص؟ اول خاصية ان قيمة الضرب الثلاثي القياسي لا تتغير، قيمة الضرب لا تتغير، لو بدلنا المتجهات ما بتتغيرش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو قلت لك متجه الف ضرب قياسي، متجه باء ضرب متجه جيم، تمام، ده كده ضرب قياسي ثلاثي قياسي. هل ده انت عارف ده بيساوي ايه؟ يساوي لو انا حطيت متجه باء الاول متجه جيم ضرب متجه الف، معايا هتطلع نفس الاجابة. طب لو حطينا جيم في الاول والف في باء هتطلع نفس الاجابة، وبالتالي فالقيمة لا تتغير لو بدلنا. طب لو قلت لك متجه ألف ضرب متجه باء ومتجه جيم، وجيت هنا حطيت متجه ألف برضو ضرب اتجاهي وحطينا متجه باء في متجه جيم، يعني متجه ألف ضرب متجه باء وحطينا متجه جيم في الآخر، يعني بدلنا بس العلامات، علامات الضرب القياسي والاتجاهي. خد بالك ان ده متجه ألف ضرب قياسي متجه باء ضرب اتجاهي متجه جيم، خد بالك يعني هنا علامات الضرب القياسي والضرب الاتجاهي بس تبقى مكتوبة، بس تكون عارف ان ده ضرب قياسي وده ضرب اتجاهي، ده بيسموه الضرب الثلاثي، ماشي، ضرب ثلاثي قياسي. خد بالك هنا لو بدلت العلامات هل القيمة بتتغير؟ قال لك لا ما بتتغيرش برضه. يبقى لا يمكن تبديل علامتي الضرب القياسي والضرب الاتجاهي زي ما انت شفت كده مع الاحتفاظ على الترتيب الدوري للمتجهات دون ان تتغير قيمة حاصل الضرب الثلاثي القياسي. طيب واذا كانت المتجهات رقم 3 في الخواص في مستوى واحد، مستوى واحد يعني بيجمعهم مستوى واحد، الثلاث متجهات يجمعهم مستوى واحد، يعني الثلاثة موجودين في مستوى واحد، ماشي، ثلاث متجهات موجودين الثلاثة في مستوى واحد، ده معناه ايه؟ معناه ان متجه الف، ان الضرب القياسي متجه الف ضرب اتجاه متجه جيم، هل ده عارف ده معناه ايه؟ انه بيساوي صفر، يعني هينعدم. يعني لما تلاقي ان دي بتساوي صفر اعرف على طول ان متجه الف ومتجه باء ومتجه جيم يجمعهم مستوى واحد، يجمعهم ايه؟ مستوى واحد. وممكن يكونوا التلات متجهات متوازيين برضه، يبقى لو لقيت التلات متجهات متوازيين اعرف برضه ان الضرب بتاعهم الثلاثي، الضرب الثلاثي القياسي بتاعهم برضه هيبقى بصفر. خد بالك. طيب بعد كده هنبدا نتكلم عن الاستخدام الهندسي لحاصل الضرب الثلاثي القياسي. الاستخدام الهندسي
تعال الأول نرسم، أدي متجه عين، متجه صاد، وأدي متجه سين، وأدي التلات متجهات عندي، متجه ألف أهوت، متجه باء مثلا وليكن ده متجه باء، وبعدين ده هنقول مثلا ده متجه جيم، وبعدين هنبدأ إن احنا نشوف دول ثلاث متجهات زي ما انت شايف ألف وباء وجيم، بتكون ثلاثة أحرف غير متوازية زي ما انت شايف، غير متوازية، في متوازي سطوح. يعني ايه؟ يعني ممكن اكمل رسمة متوازي سطوح اهوت، لو انا جبت ده كده وكملت ده كده تمام، مثلا من هنا مثلا كده اهوت اهوت مثلا اهوت متوازي سطوح زي ما انتم شايفين للمتجهات الثلاثة، متجه ألف تمام، متجه ألف اهوت، متجه باء اهو، المتجه جيم اهوت، كملنا بقية الرسمة ورسمنا متوازي السطوح. طيب حجم متوازي السطوح خد بالك معايا عشان تفهم استخدامات حاصل الضرب الثلاثي القياسي، هو عبارة عن حجم متوازي السطوح، هو القيمة المطلقة لحاصل الضرب الثلاثي القياسي لهذه المتجهات، متجه ألف ضرب قياسي متجه باء ضرب اتجاه متجه ب، فهو ده يمثل حاصل الضرب الثلاثي القياسي. حجم متوازي السطوح هو القيمة المطلقة لحاصل الضرب الثلاثي القياسي لمتجهات ألف وباء وج، تمام. لاحظ أن ايه، لاحظ أن بقى عايز يقول ايه، ان متوازي السطوح ده اللي احنا رسمناه ده هو جسم متولد من انتقال سطح، يعني لو انت لاحظت وانا برسمه انا رسمت ده الاول خد بالك بالظبط، وده كان عبارة عن ايه، متوازي اضلاع، برافو عليك، يبقى انتقال سطح متوازي اضلاع موازية لنفسه فترسم في ده اهو، سطح انتقل لسطح تاني طلع فوق شوية بس. فلما تيجي تتكلم حتى متوازي السطوح هو الجسم المتولد من انتقال سطح متوازي اضلاع موازيا لنفسه في اتجاه ايه؟ ثابت. له كم وجه؟ له ست اوجه. كل وجه منه عبارة عن متوازي اضلاع. وكل سطحين متقابلين متوازيان ومتطابقان. وفي حالة ان تكون القاعدتان متوازية اضلاع والاوجه الجانبية مستطيلات ده بنسميه متوازي سطوح قائم. اما اذا كانت الاوجه الستة مستطيلات فده بيسموه متوازي مستطيلات، ولو الاوجه الستة مربعات فده بيسموه مكعب. يبقى انا بدأت افهم هنا ايه في الملاحظة، ان متوازي السطوح ده يتقال عليه متوازي السطوح تمام، هو عبارة عن شكل متولد من انتقال متوازي اضلاع بالظبط، سطح متوازي اضلاع موازيا لنفسه في اتجاه ثابت، نتج عنه متوازي حاجة اسمها متوازي السطوح. كل وجه القاعدتان عبارة عن متوازي اضلاع، خد بالك وركز، القاعدتان اللي فوق واللي تحت عبارة عن متوازي اضلاع، الاوجه الجانبية مستطيلات، لو الاوجه الجانبية مستطيلات يبقى ده بنسميه احنا
متوازي سطوح قائم. طيب ولو الأوجه الجانبية متوازي أضلاع يبقى متوازي سطوح وليس قائما. طيب ولو كل الأوجه الستة له عبارة عن مستطيل يبقى ده اسمه إيه؟ متوازي مستطيلات، عشان كده بيسموه متوازي. طب لو كل وجه من الأوجه الستة مربع يبقى اسمه إيه؟ يبقى اسمه مكعب. يبقى هي دي الفكرة، ده اللي إحنا عايزين نوضحه. طيب نبص مع بعض في المثال اللي قدامنا ده، بيقول أوجد حجم متوازي السطوح الذي فيه ثلاثة أحرف متجاورة يمثلها المتجهات، واداني بقى متجه. هو عايز حجم متوازي، واحنا قلنا قبل كده ان حجم متوازي السطوح، حجم متوازي السطوح هو ايه؟ القيمة المطلقة لحاصل الضرب الايه؟ الثلاثي القياسي. القيمة المطلقة لحاصل الضرب الثلاثي القياسي. يبقى احنا هنعمل كده، هنحط هنا واحد اثنين سالب واحد سالب واحد اثنين 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 صفر واحد. هنبدأ نحدد صف او عمود زي ما انتوا عارفين، ونبدأ نفك. مثلا لو اخترنا مثلا الاولاني ده نحط اشاراته زي ما انتوا عارفين، موجب سالب موجب سالب موجب. بعد كده ناخد الواحد اللي هو الموجب ده، نخبي الصف والعمود بتاعه، يبقى 2 ضرب 1 2 ناقص 0، يبقى 2 ناقص 0 طبعا ده موجب. بعد كده سالب، في واحد طبعا، خلاص نخش على الاثنين، ادي الاثنين اهي نكتبها بره، نخبي الصف والعمود، نضرب سالب واحد في واحد يبقى سالب واحد ناقص 4. بعد كده موجب في سالب بسالب، نخبي الصف والعمود، يبقى سالب واحد في صفر بسالب بصفر، صفر ناقص 4 يبقى سالب 4، وطبعا هي سالبة فحطيتها سالب، وطبعا واحد اهي الواحد بره اهوت، هيبقى 2 ناقص 0 يبقى 2. طبعا سالب واحد سالب اربعة يبقى سالب خمسة في اتنين، سالب عشرة في سالب يبقى موجب عشرة، ايوة، وسالب في سالب بموجب اربعة، تطلع في الاخر 16. طب وانت قايل ان حجم القيمة المطلقة، يعني هنجيب القيمة المطلقة للستاشر هتطلع كام؟ 16. 16 وحدة ايه؟ وحدة حجم، مش احنا بنتكلم في الحجوم. طيب في عندي ملاحظات الجزء الرابع والاخير في الدرس بتاعنا، بيتكلم عن ارتفاع متوازي السطوح. ازاي نجيب ارتفاع متوازي السطوح؟ القاعدة مكونة من متجه باء ومتجه جيم. القاعدة متجه باء ومتجه جيم، تمام؟ طبعا بنطلع كده فوق، يبقى ده الارتفاع بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليه اهو. مش احنا قلنا متوازي السطوح عبارة عن متوازي اضلاع موازي لنفسه في اتجاه ثابت، من انتقال متوازي اضلاع موازية لنفسه في اتجاه ثابت، فارتفاعه هو الجزء ده. ايوه الارتفاع ده بقى بنجيبه ازاي؟ القيمة المطلقة لحاصل الضرب الثلاثي القياسي زي ما انتم شايفين، على معيار الضرب الاتجاهي لمتجه باء في متجه جيم. ليه؟ لان انا قايل لك ان باء وجيم هما الايه؟ القاعدة اللي بتمثل باء وجيم، عشان كده حطيتهم تحت كده. يبقى احنا هنجيب ارتفاع متوازي السطوح، حجم الملحوظة الثانية، حجم الهرم الرباعي، وانا عندي هرم رباعي
قاعدته متوازي أضلاع، وعايزين نجيب أيوة زي ما انت شايف كده حجم الهرم الرباعي اللي قاعدته متوازي أضلاع، نمثله بمتجه باء ومتجه جيم ومتجه ألف، ثلاثة أوجه، ثلاثة متجهات متجاورة. حجم الهرم الرباعي أيوة بالظبط كده، متجه ألف يمثل أحد الأحرف الجانبية. حجم الهرم الرباعي ثلث القيمة المطلقة للضرب الثلاثي القياسي، متجه ألف ضرب متجه باء ضرب متجه ج. حجم الهرم الثلاثي الذي فيه متجهات متجه ألف ومتجه باء ومتجه ج تمثل ثلاثة أحرف غير مستوية، ثلاثة أحرف غير مستوية، تمام. حجم الهرم الثلاثي سدس اتجه ألف، حاصل الضرب الثلاثي القياسي اتجه ألف اتجه باء ومتجه جيم، ضرب ثلاثي قياسي، بس بدل تل هتبقى سدس، ده لو هرم ثلاثي. أما لو هرم رباعي هيبقى تلت. اما لو عايزين نجيب ارتفاع متوسط سطوح زي ما انتوا عرفتوا كده. دي كانت بالنسبة للملاحظات. اخر حاجة هنتكلم فيها في الدرس بتاعنا مقارنة بين حاصل الضرب القياسي وحاصل الضرب الاتجاهي. عايزين نعمل مقارنة بين الضرب القياسي والضرب الاتجاهي. أول حاجة مقارنة سريعة كده، لو قلنا متجه ألف ضرب قياسي متجه باء فهيدي إيه؟ معيار متجه ألف معيار متجه باء جتا ايه؟ جتا سيتا، وهي كمية قياسية. الضرب القياسي دايما كمية قياسية. متجه ألف ضرب اتجاهي متجه باء فده بيساوي معيار متجه ألف معيار متجه باء جا سيتا، وكلها مضروبة في متجه ياء، ودي كمية متجهة. متجه ياء ده متجه وحدة عمودي، انت عارف كده، متجه وحدة عمودي على المستوى الذي يحوي متجه ألف ومتجه باء، وفي اتجاه تحدده قاعدة اليد الايه؟ اليمنى. متجه ألف ضرب قياسي في متجه باء لو عملناها كمتجهات أو في الصورة الكارتيزية، الصورة الكارتيزية فيبقى ألف سين باء سين ألف صاد باء صاد ألف عين باء عين. دي بالنسبة للضرب القياسي في الصورة الكارتيزية. لو عايزين نشوف الضرب الاتجاهي بينجاب ازاي؟ بينجاب بشكل محدد ثلاثي متجه سين متجه صاد متجه عين، طبعا هنا ألف سين ألف صاد ألف عين باء سين باء صاد باء عين. متجه ألف ضرب قياسي متجه باء يساوي متجه باء ضرب قياسي متجه ألف، عملية إبدالية. لكن الضرب الاتجاهي متجه ألف ضرب اتجاهي متجه باء يساوي سالب متجه باء ضرب اتجاهي متجه ألف، عملية غير إبدالية. متجه ألف
ضرب قياسي متجه باء يساوي صفر، يبقى في الحالة دي متجه ألف عمودي على متجه باء، الزاوية بينهم 90 درجة. وخد بالك متجه ألف ضرب قياسي متجه باء يساوي صفر، يبقى قلنا متجه ألف عمودي على متجه باء. طب لو قلت لك إن متجه ألف ضرب اتجاهي متجه باء بيساوي المتجه الصفري، ده معناه إيه؟ معناه إن متجه ألف بيوازي متجه باء، وقد يكون متوازيان وفي اتجاه واحد أو متوازيان وفي اتجاهين متضادين. متجه ألف ضرب قياسي متجه ألف نفسه يساوي معيار متجه ألف الكل تربيع. لكن لو قلت لك متجه ألف ضرب اتجاهي متجه ألف فده بيساوي المتجه الصفري أو متجه واو. لو قلت لك متجه سين متجه الوحدة سين ضرب قياسي متجه الوحدة سين فده بيساوي متجه الوحدة صاد ضرب قياسي متجه الوحدة صاد بيساوي متجه الوحدة عين ضرب قياسي متجه الوحدة عين، ده بيساوي واحد. أما متجه سين ضرب اتجاهي متجه سين بيساوي متجه صاد ضرب اتجاهي متجه صاد بيساوي متجه عين ضرب اتجاهي متجه عين بيساوي المتجه الصفري، يساوي المتجه الصفر. كمان لو قلت لك متجه سين، دي بالنسبة للملحوظة دي نتابع برضو المقارنة بينهم الاثنين، لعلمكم دي مهمة جدا، نعمل مراجعة سريعة على الضرب، مقارنة بين الضرب القياسي والضرب الاتجاهي. لو قلت لك ان متجه سين ضرب قياسي متجه صاد فده بيساوي صفر، ليه؟ لان الزاوية بينهم زي ما انت عارف 90 درجة، بيبقى طبعا جتا 90 بصفر. لكن لو انا قلت لك متجه سين ضرب اتجاهي متجه صاد فطبعا ده بيساوي متجه عين، ومتجه صاد ضرب اتجاهي متجه عين يساوي متجه سين، متجه عين ضرب اتجاهي متجه سين يساوي متجه صاد. طب لو عكسنا متجه صاد ضرب اتجاهي متجه سين سالب متجه عين وهكذا، لازم نكون فاهمين الكلام. متجه ألف ضرب قياسي متجه واو بيساوي صفر، متجه ألف ضرب اتجاهي متجه واو بيساوي المتجه الصفري. هنا بيساوي صفر كمية قياسية عشان ضرب قياسي، دي كمية متجهة. أما أجي أقول لك ميم في متجه ألف ضرب قياسي متجه باء بيساوي متجه ألف ضرب قياسي ميم متجه باء بيساوي ميم متجه ألف ضرب قياسي متجه باء. أما لما أجي أقول لك ميم متجه ألف ضرب اتجاهي متجه باء فده بيساوي ميم متجه ألف ضرب اتجاهي متجه باء. آخر ملحوظة، لما أجي أقول لك متجه ألف زائد متجه باء وناتج الجمع بتاعهم هنضربه ضرب قياسي في متجه جيم، فده ممكن يحصل توزيع، خاصية توزيع. متجه ألف ضرب قياسي متجه جيم زائد متجه باء ضرب قياسي متجه جيم. أما متجه ألف زائد متجه باء مضروب ضرب اتجاهي متجه جيم فبرضه خاصية التوزيع متحققة، يعني متجه ألف ضرب اتجاهي متجه جيم زائد متجه باء ضرب اتجاهي متجه جيم، خاصية التوزيع متحققة. ده كان بالنسبة للمقارنة بين الضرب القياسي والضرب الاتجاهي. أتمنى تكونوا فهمتوا
الدرس الثاني على مدار 4 أجزاء، وإن شاء الله في الفيديو القادم هنعمل مراجعة على الدرس الأول والدرس الثاني من الوحدة الأولى، والفيديو اللي بعديه إن شاء الله هنعمل مراجعة على الدرس الثالث والدرس الرابع من الوحدة الأولى. شكرا جزيلا.